علينا في التاريخ وفي الماضي، هذه هي النتيجه انه المغرب بتحالفاته بعمله ببراغماتيه التي عمل بها هو اليوم يجني يعني الحصاد، فيما الجزائر بسياسه نستطيع ان نقول عنها هاويه تنتج الخيبات تلو الخيبات والبيان تلو البيان الذي يشعر. وبقينا دائما نناور يعني تحت الطاولة ودبلوماسيا ندفع مبالغ للأفارقة لأمريكا اللاتينية من أجل اعترافهم ببوليزاريو وبعدم يعني الذهاب في هذا الاعتراف بمغربية الصحراء. هذا هو فجأة تأتي العواجل، هذا البيان من وزارة الخارجية الجزائرية وهذا التنديد فرنسا تبلغ السلطات الفرنسية السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة، يقول بيان وزارة الخارجية بأنه باريس ماضية في دعم الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ما قراءتك لهذا البيان، دلالاته، التساؤلات التي أثارها وتوقيته أيضا؟ مساء الخير أخي جمال، مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه هذا البيان جاء ليثبت من جديد أن الدبلوماسية الجزائرية في هذه العهدة الأولى كانت دبلوماسية الصخب، دبلوماسية القطيعة، دبلوماسية الصدام، ولكن دون أي أثر في تغيير الواقع في محيطنا أو حتى في الدول التي تربطنا معها علاقات استراتيجية. هذه العهدة كانت العهدة التي فقدنا فيها حتى حلفائنا وحتى أصدقائنا، فقدنا فيها نفوذنا حتى في دول الساحل الإفريقي بعد الانقلابات، واليوم الإمارات ومالي والنيجر وغيرها خرجت من نطاق يعني النفوذ الجزائري. نعتبرها هي عهدة الإخفاقات الدبلوماسية، والتي كان سمتها الأساسية هو كثير من الصخب، كثير من البيانات، كثير من العدائية، كثير من الإعلام الموجه الذي يشتم الدول ويشتم رؤسائها ويصفهم بأقبح الصفات. هذه هي النتيجة اليوم أننا نفقد آخر يعني النقاط التي كانت تصلنا بالعالم والمجتمع الدولي، وهي البوابة الفرنسية وعلاقاتنا التاريخية. كان هناك فرصة لإصلاح وترميم هذه العلاقات عبر وضع خطة لمواجهة الفاغنر في المنطقة، وهو عدو معروف للغرب، ووضع يعني خطة واستراتيجية مع تحالف فرنسي أمريكي موسع. لكن للأسف سياسة الشو التي اتبعها الناس اللي راهم في الحكم أوصلتنا إلى هذه النتيجة. اعتراف إسباني، اعتراف اليوم فرنسي، من قبل كان هناك اعتراف أمريكي. هذه العهدة نقدر تستطيع أن نقول هي العهدة التي أيضا ستدفن القضية الصحراوية إلى الأبد، بعد 40 سنة من كفاح مسلح ومن عمل دبلوماسي مضني من أجل نيل الاعترافات، من أجل منع المغرب من استغلال هذه المنطقة. في 5 سنوات فقدنا كل ما عملنا عليه طيلة يعني 40 أو 50 سنة من هذه القضية. أعتقد أن هذه العهدة هي عهدة الإخفاقات، بدل أننا كنا نركز على أن تكون زيارة سبتمبر، وقد كنت يعني ضيف على حصتكم وقلت يجب أن نركز على المشتركات، على منطقة الساحل، على الملف الاقتصادي، بقينا نركز على التاريخ، على البرنوس تاع الامير عبد القادر، بقينا نتحدثوا على الجماجم، قعدنا نتحدثوا على التاريخ فيما الدول تبحث عن المستقبل، الدول الحاليه تبحث عن مصالحها، تبحث على مراكز نفوذها، احنا باقينا في التاريخ وفي الماضي. هذه هي النتيجه انه المغرب بتحالفاته بعمله ببراغماتيه التي عمل بها هو اليوم يجني يعني الحصاد، فيما الجزائر بسياسة نستطيع أن نقول عنها هاوية تنتج الخيبات تلو الخيبات والبيان تلو البيان الذي يشتم هذا ويهدد هذا، والنتيجة هي صفر كبير. اليوم احنا دولة نتفخر أننا ما نستورد ولا شيء، يعني لما أنا ما نستورد من عند الناس ومن الأسواق نغلق السوق نتاعي، هذه الجزيرة المعزولة واش يديروا بها الناس؟ إذا كان العلاقات التجارية الدولة هذه من غالقة ما راهي تستورد ولا شيء، إذا كان من جانب استراتيجي الدولة هذه غالقة على نفسها وقاعدة في سياسات دفاعية قديمة، إذا كان من جانب دبلوماسي
دبلوماسية عنيفة والقطيعة وسحب السفراء في نهاية المطاف، هذه نهاية حتمية لسلوكك طيلة 5 سنوات. نحن ندفع النتيجة، لأن الجزائر الآن عندنا أكثر من 50 سنة على هذا الصراع. يعني عمرنا في الجزائر مربطنا مصالح الدولة الجزائرية بمن يعترف أو لا يعترف بهذه بمغربية الصحراء، وبقينا دائما نناور يعني تحت الطاولة، ودبلوماسيا ندفع مبالغ للأفارقة لأمريكا اللاتينية من أجل اعترافهم ببوليزاريو وبعدم يعني الذهاب في هذا الاعتراف بمغربية الصحراء. هذا هو كانت الدبلوماسية الجزائرية. لترتكب هذا الخطأ مع إسبانيا بعدما اعترفت هي أيضا بسيادة المغرب على هذا الإقليم، وهي يعني دولة محتلة سابقة، منهم في السلطة قدروا أنه خاصة أمام قلت لك أنهم يمارسوا واحد السياسة عنيفة، سياسة ما عندهاش دراسات، ماهيش مبنية على علم، ماهيش مبنية على العواقب، ماهيش مبنية على تأثير قرارات تتخذ فيها نوع من الفانتازية. يلا قال نقطعوا معهم العلاقة التجارية، نوقفوا معاهد الخرين، سنضغط عليها فستعود إسبانيا. فالأمر كان عكسي، إسبانيا قد صامدة، جاءت الانتخابات الإسبانية كان هناك دعم غير معلن لليمين في إسبانيا، انتهت الانتخابات بتثبيت اليسار بقيادة سانشيز على رأس الحكومة، فوجدت أن الجزائر نفسها أنها عادت بخفي حنين، لأننا ندير في أمور غير مدروسة العواقب، ندير في أمور في تأخذها علبة كما سموهما علبة سوداء، لا عندها تاريخ دبلوماسي، لا عندها دراسات تاع المنطقة، لا راهي تستشير داخل، يعني فقط من أجل أنها تظهر بمظهر ذلك الذي يحافظ على السيادة من أجل حسابات داخلية. شوف النتائج اللي رانا نحصدوا فيها اليوم. اليوم رانا جزيرة معزولة على محيطنا، بقيت إيطاليا، وأتوقع أن إيطاليا في غضون السنتين القادمتين ستعلن هي أيضا بالاعتراف بمغربية الصحراء، وستبقى الجزائر جزيرة معزولة بفضل هذه العلبة السوداء التي عهدتها الأولى، يعني إذا كان عنده عنوان هو الفشل الدبلوماسي والقطيعة مع الصديق ومع البعيد ومع القريب.